واخيرا يا جماعه هوريكم انا ازاي بنظف حواجبي. اول حاجه بنحتاجها المنقاط، بعد كده الشفره، بعد كده لازم الفرشه بتاعه الحواجب دي، تمشيط الحواجب، وطبعا مرايه. اول حاجه بمشط شعر الحاجب يا جماعه، لان هو لفوق شويه، لان هو لو ركزتوا هتلاقوا دايما اخر الحاجب كده شعرايه نازله لتحت، فطبعا ده ممكن يزولنا او يخلينا ما نعرفش الرسمه ايه الصح، فبنمشطه كده كويس لفوق عشان نعرف ايه الشعر الزياده ونشيله بشكل مظبوط. تاني حاجة يا جماعة، أنا هنا بشرح لكم إن احنا نشيل سطر سطر، يعني بصوا أولا بعد ما رفعنا بدأ يظهر إزاي الفرق بين الشعر الزيادة والشعر لأ بتاع الحاجب. وهنا بوريكم ماسكه الحاجب على حسب اريحيه ايديكم، يعني دايما تبقى ايديكم مرتاحه، ما تبقوش ضاغطين ايديكم فتشيلوا شعرايه غلط، تقرصوا الجلد، طبعا كلنا بنتعرض للكلام ده. وهنا بوريكم ان بلاش خالص الضغطه دي على العين، لا نسحب الجفن كده لفوق ونشيل الشعرايه، تبقى سهله وفي نفس الوقت مش هنأثر على العين ولا هنورس الجلد. اوكي، اهم حاجه نمشي سطر سطر، عشان حتى بعد ما نمشي سطر سطر يا جماعه بيبقى واضح الشعر. لو عايزين تسيبوا سطر زيادة، عايزين تربوا الحاجب اكتر، تتخنوه اكتر، ده بيبقى واضح بالنسبة لكم، لكن لو فضلتوا تشيلوا شعرة من فوق شعرة من تحت ده مش هيبقى ابدا تعرفوا تعملوه. بعد كده الشفرة بقى، الشفرة دايما بتنظف وبتنور الحاجب حتى بعد الملقاط، يعني بصوا هتلاحظوا ان هي بترسم الحاجب رسم. بعد كده برجع مشط تاني شعر الحاجب عشان اشوف لو في اي زيادات، اي شعرة صغيرة مش شايفاها لسه طالعة. بعد كده بيجي دور المقص، نسيت اقول المقص من الادوات، اوكي. بعد كده بيجي دور المقص، بقص الشعر اللي هو بنسميه النخلة اللي قدام دي بتاعت الحاجب. ما بنقصش مرة واحدة عشان القص هنا بتزعل، يعني لو قصرتيه زيادة هتبوظي شكل الحاجب تماما، لا واحدة واحدة كده قصي فيه واحدة واحدة، والشعر تلاقيها لوحدها كده طويلة زيادة، زي بصوا انا هنا كده بمشطه بالعكس علشان اشوف لو في شعرة طويلة زيادة انا مثلا عايزة اقصها لوحدها، وفعلا بصوا قصيت لغاية ما حسيت ان كده شكله مناسب. كل شوية بمشط واقص حتة، امشط ونص حتة او اقص حتة، لكن ما استعجلش واقص مرة واحدة. بعد كده بقى دور الشفرة من فوق، عايزة اقول لكم يا جماعة الشفرة من فوق الحاجب بترسمه جدا، بتبرزه قوي، ممكن يبقى في شعر احنا اصلا ولا شايفينه ولا واخدين بالنا منه، بس بيبقى في شعر وبري كده بعد ما بيتنضف بينور الحاجب. ده غير طبعا هو بنحدد الرسمة، عايزينها داير، عايزينها اللي هو بتبقى حادة شوية زي كده، مثلث، على حسب الرسمة اللي احنا عايزينها. وطبعا بحذر شديد جدا عشان اي فلتة للشفرة في الحتة دي هتشيل من شعر الحاجب الاساسي، وشعر الحاجب الاساسي لما بيتشال يا جماعه مش بيطلع بسهوله، اهيني بنبه، تمام؟ وده اصلا كنا بنعانيه ان احنا نروح لاي حد يبوظ لنا حواجبنا. اوكي، بعد كده الحته في النص دي برضو ضروري تعملوها لانها بتنظف وبتبرز الحواجب، لان اصلا يا جماعه اللي خلاني اعمل لكم الفيديو ده ان في كومنتات كتير جدا من برسم حاجه بتقولي لا ايفا انت اصلا حواجبك حلوه، انا اهو بوريكو ازاي حواجبي بعملها في البيت علشان تطلع كده مظبوطه وحلوه، حتى رسمها يبقى سهل قوي عليكم. قولوا له ايه رايكم، يا رب اكون افدتكم.